يلا يلا ها وصلنا بسرعة بسرعة يلا جميل يلا جميل جميل يلا يلا بسرعة وصلنا الثلاثة فجأة ما بنعرف عمي ما بنعرف شو صاير يلا يا لطيف يا لطيف يلا اركضوا اركضوا يا جماعة حدا يجي يساعدنا في تدينات يا جماعة تعالوا ساعدونا في ناس جايين ورانا كمان يلا حبيبي تعالي بدر بدر لا تفوت انت لا تفوت ما راح يصير شيء مرتضى لا تخاف بعده بعده يلا يلا بسرعة يا ربي بسرعة بسرعة يا ربي دفيرة وصلنا يا ربي لحقنا العالم جيبوا نقالة نقالة بدنا نقالة تانية بسرعة يلا بسرعة يا جماعة الثلاثة صاير معهم فقدان وعي فقدوا حرارتهم وراقبوها حطينا لهم مي بارده على الطريق بس شكلهم لساتهم فاقدين الوعي انت دكتور شي ايه دكتور ايه تمام ضلوا هون منخبط تمام التطورات حطوني يا جماعه خلونا نشوف درجه حرارتهم يلا بسرعه لك بدر شو عم تساوي مو هذا كان المشفى القديم اللي بتشتغل فيه لا تخاف ما راح يصير شي لا تقلق كيف ما راح يصير شي راح تدمرني معك هيك بترشك لك لا تخاف ما راح يصير شي طيب يلا روح تخبى هي الممرضه فاطمه وليها راحت لابسة أبيض كلهم لابسين أبيض هذا بيعرفها إيه إيه لسه إيه تمام راح شو راحت؟ بدر إيه حبيبتي ما لازم يشوفوك بهالمكان إيه لا لا حبيبتي لا تاكلي هم رح ضل هون ما رح أمشي قبل ما أتأكد أنهم صاروا منيح لا تقلقي أنا كثير منيح تعالي لهون لا تقلقي لا تاكلي هم أبدا قولي شو صار للولاد؟ اهدى حبيبي فقدوا الوعي فجأة وما عرفنا السبب لهلا وكيف فقدوا وعيهم كلهم سوا؟ روق ما في شي خطير هن جوا هلا وعم نستناهم سلامتهم شكرا ها يا جماعة عملنا أول إجراء لهم رح نعمل لهم رنين مغناطيسي لنعرف شو هو سبب فقدان الوعي وبخبركم وقتها بنتائج الفحص النهائي طيب دكتور ليش غميوا فجأة؟ لسه بكير لنعرف بس تبين نتائج التحليل بخبركم تمام يسلم سلامتهم يسلموا دكتور شكرا شو قال هذا ما فهمت منه شيء انا شو المشكله فهمني ابني انا والله ما بفهم بهي القصص احكي يعني بالمختصر بدنا نستنى شوي لسه التحاليل والصور ما خلصوا بس انتوا ما تقلقوا ابدا الحمد لله الحمد لله عم تسال كانه الاولاد بهموك لك شو عم تخبصي اكيد بهموني بهموك وتركت علينا ديون لفوق راسنا لحتى ندفعهم طول عمرنا ما هيك لهيك كذبت علينا وقلت صار عنا شغل وصاحبت المطعم ما عنده علم بانه المفتاح معنا من اصله كيف عن جد عمل هيك ايه اعطانا المفتاح بدون ما يخبر المره وصرفنا كثير على المطعم وحطينا جهد كبير فيه وكله على الفاضي نحن انبسطنا وقلنا صار عنا شغل واخيرا وهي الاولاد بالمستشفى هلا لا مصاري ولا شغل شو استفدنا تعالي شوي نحن لازم نحكي خلاص بقى خلاص عمو ليكي بعرف انه هذا الوقت مو مناسب وخاصه انك بلعتي الخاتم هلا وضل موضوعنا معلق بالهواء لهيك انا حبيت اني ارجع اقدم لك يا انا حابب انه اطلب ايدك هلا موافقه شو يا ربي جميل طبعا موافقه طبعا خلص بابا بكفي يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.